السلام عليكم، انا سميتي اناس، عندي 28 عام وكنصور هذا الفيديو بالدارجه المغربيه هنا في السويد. كما كتشوفوا كاين البرد، كاين الثلج، وكاين مورايا البحر اللي تا هو مجمد. المهم قررنا نصور هذا الفيديو بحال هكا باش نشوفوا الدارجه كيفاش كتنطق، كيفاش كتهضر، باش الناس اللي بغاو يسمعوا الدارجه ولا اللي ما عمرهم ما شافوها كيفاش كتهضر تكون عندهم فرصه باش يشوفوها. وفي نفس الوقت قلنا نصوروا في المنظر هذا هنايا مع البرد والاجواء شويه استوائيه بالنسبه لينا، باش تكون الفيديو زعما ممتعه وفي نفس الوقت حتى التصاور يكون ممتعين. المهم كما كتعرفوا الدارجه هي واحد، صعيب باش نقولوا واش لهجه ولا لغه، ولكن هي واحد الحاجه اللي كتهضر في المغرب، وهي الى جانب الامازيغيه واحده من اللغات ولا اللهجات اللي كتهضروا في المغرب. والهدف من هذا الفيديو هذا اللي كندير دابا هو باش واحد الجمعيه اسمها ويكي تونغ ولا ويكي السينا كيحاولوا يصوروا اللغه ديال كاع العالم، ومن بينهم الدارجه اللي كنعتبروها حتى هي واحد الحاجه منطوقه في العالم سواء لغه ولا لهجه، انها حتى هي تصور وتكون داخله في قاعده البيانات ديالهم باش الناس يشوفوا الدارجه كيفاش كتهضر وكيفاش كتنطق ويسمعوها، واللي بغى يتعلمها حتى هو يلقى فرصه باش يتعلمها. والمهم كما قلت حنايا حاليا في السويد وكنصوروا هذا الفيديو، وكنتمنى يعجبكم حتى هذا المنظر اللي كنصوروه معنا ديال الثلج، واخا دابا شويه طلعت الشمس ولكن كنتمنى تكون ما كتاثرش على الفيديو بزاف. بما انه الفيديو على الدارجه قلت انه من الاحسن نهضر فيه شويه، يكون الموضوع ديالو هو الدارجه النيت باش نهضروا عليها. كما قلت الدارجه هي واحد اللهجه اللي كتهضر هنايا في المغرب، وهي مخلطه بزاف ديال اللغات، من بينهم اهم اللغات اللي مخلطاهم كاين العربيه والامازيغيه، وفيها شي كلمات ديال السبليونيه حتى هما، ومؤخرا بداو كيدخلوا شي كلمات ديال الفرنساويه مع داكشي ديال التكنولوجيا والكلمات ديال داكشي اللي جديد بحال دابا كلشي اللي عنده علاقه بالحواسيب والسيارات الى اخره. هي واحد اللهجه اللي كتهضر في بزاف ديال البلايص ولا المناطق، ماشي غير في المغرب، حيت حنايا عاده كنحاولوا ديما نحصروا البلدان بالحدود ديالها الحاليه، وحنا عارفين الحدود كيفاش ترسموا. فمثلا الى جينا نقارنوا المغرب مع الجزائر، راه الجزائر حتى هما كيضروا واحد الدارجه اللي هي قريبه لنا، وحتى تونس راه قريبه لنا شويه من ديك الناحيه، فبالتالي صعيب باش نقولوا الدارجه المغربيه واحد حاجه مستقله مثلا على الدارجه الجزائر، يقدروا يكونوا نفس الحاجه غير اعتباطيا جا واحد وقت واحد الحدود اللي فرقوا بيناتهم، فما نقدرش نعطي حد حدود بالضبط فين كتهضر وفين ما كتهضرش. ولكن كما قلت الدارجه هي واحد اللغه ولا لهجه اللي كتهضر في بزاف ديال البلايص خاصه في المغرب، كاين واحد العدد كبير من الناس اللي ساكنين في المغرب اللي كيعرفوا الدارجه، وهي فيها بزاف ديال الانواع. المهم جوج الانواع اللي مهمين في الدارجه او لا نقدروا نقولوا جوج العائلات ماشي انواع، هي الدارجه الهلاليه والدارجه اللاهلاليه. هذا الفيديو غادي تكون شويه قصيره، ما عندناش الوقت باش نفسروا كل شيء، ولكن غادي نحاول نعطي عليها نبذه، واللي بغى يتعمق ممكن مثلا يشوف المقال ديال ويكيبيديا على الدارجه، ولا يقدر يطرح اسئله من بعد. فالدارجه اللاهلاليه هي الدارجه اللي كانت في المغرب قبل ما يجيو قبائل بني هلال. قبائل بني هلال هما واحد القبائل العربيه اللي جاو في القرن 13 الا بقيت عاقل مزيان للمغرب، وجابوا معاهم الدارجه ديالهم اللي هي الدارجه الهلاليه. اكبر الفوارق اللي كاينه بين الدارجه اللاهلاليه والدارجه الهلاليه هي انه الدارجه اللاهلاليه كتهضر في المدن القديمه، بينما الدارجه الهلاليه هي اللي كتهضر اكثر مثلا في العروبيه ولا في البوادي. والدارجه الهلاليه كتميز مثلا بانها كتكون فيها شي كلمات مثلا ما فيهاش القاء بزاف، فيها القاء مثلا تقول قول ماشي قول، وهي الدارجه اللي قلت كتهضر بزاف في المدن القديمه اكثر. وبطبيعه الحال كاين لغات اخرين في المغرب مثلا اللغه الامازيغيه اللي فيها بزاف ديال اللهجات، على حسب اخر ما عرفت كاين تقريبا شي 64 لهجه ديال الامازيغيه، فماشي غير ديك الثلاثه اللي معروفين، انما كاين لهجات صغار في بزاف ديال المناطق وكل واحد كيفاش تيهضرهم. وقبل ما نسير هذا الفيديو بغيت نقول بانه مزيانه الدارجه ديالنا الواحد يكون عارفها، والواحد يكون ديما مفتخر باللغه ديالو اللي كيهضر، خاصه الا عرف انها راه عندها تاريخ قديم ومخلطه بزاف ديال اللغات بزاف ديال الحوايج. فالواحد مثلا الا عرف الدارجه يقدر يعرف اكثر شنو هي العربيه شنو هي الامازيغيه، ويعرف الخليط اللي بيناتهم. وكنتمنى ديما يكون عندكم اهتمام باللغات ديالكم، لان واحد الحاجه مزيانه وهي هي جزء من الهويه ديالك سواء بغيتي ولا كرهتي. فشكرا لكم كلكم على المتابعه ديالكم، نتمنى تكونوا استفدتوا مع هذا الفيديو هذه، ونخليكم مع هذه المناظر هذه. السلام عليكم.